مساء الخير. أنا عايز النهارده أقول إنه كان عندنا اجتماع مجلس وزراء اللي هو الاجتماع الأسبوعي، واتخذنا عديد من القرارات العادية، لكن في قرارات لها أهمية في هذه المرحلة. المجلس طبعا في هذه الظروف بيتعرض للأوضاع اللي بتمر بها البلاد، خاصة الوضع الأمني، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي. وفي إطار هذا العرض اللي قدمه الوزراء المختصين، كان هناك إحساس بأنه كل هذه الأمور لابد أنها تسير في خطوط متوازية، أنه الإجراءات الأمنية تأخذ حظها، لكن لا يمكن مواجهة أي مشاكل بإجراءات وحدها، لابد أن تستكمل بإجراءات بتوجه سياسي، ومش بس بتوجه سياسي، بالعمل على علاج المشاكل الاقتصادية بحيث أنها كلها بتتكامل. اللي أنا عايز أقوله يمكن من أهم الأشياء اللي بنؤكد فيها هو إيه رؤية الحكومة للمسار السياسي في ظل هذه الظروف. أنتوا طبعا عارفين أن هذه الحكومة حكومة انتقالية جاءت للتمهيد لإقامة ديمقراطية سياسية بما يتطلبه ذلك من الإعداد لدستور جديد، الاستفتاء عليه، قيام نوع من التوافق المجتمعي على هذا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تمهيدا لعودة الحياة السياسية الديمقراطية في دولة ديمقراطية ليس فيها إقصاء. اليوم حبت الحكومة أنها تضع رؤية سياسية لبرنامجها السياسي في إطار ما يحدث من أحداث على الأرض، استكمالا لخارطة الطريق. فالإجراء اللي احنا القرار الذي اتخذ اليوم بمسيرة السياسية نحو الديمقراطية وفي نفس الوقت علاجا لما يحدث في الوضع الأمني، استكمال خارطة الطريق والعمل على تحقيق كل ما ورد فيها في المواعيد المحددة، مع الإصرار على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحريتهم. وفي نفس الوقت الحكومة بتلتزم باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعادة تشكيل أو استكمال أو تفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. اليوم وافق على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيلحقه المجلس القومي للمرأة ومجلس القومي للعدالة والمساواة. وأيضا بالحكومة تعمل على التشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني باستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي اللازم للمسار الديمقراطي، بما في ذلك حدود حالة الطوارئ والتشريعات اللي بتسمح بحرية العمل الأهلي، حرية تداول معلومات، حرية التظاهر السلمي، تنظيم تمويل الانتخابات، ضمان استقلال اللجنة العليا للانتخاب وإشرافها على العملية الانتخابية. وفي هذا الصدد بتؤكد الحكومة على التزامها بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين، سواء المنصوص عليها في القانون المصري أو في المواثيق والاتفاقات الدولية، بما يضمن حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية. في نفس الوقت العمل على إتاحة العمل السياسي والمشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث أيديه بالدماء، طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض وبالسلمية والمساواة بين المواطنين. بندعو إلى التمسك من الجميع بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد أو شرط ومع تسليم السلاح، تصدي بكل قوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة في كل أنحاء الجمهورية، واحترام حقوق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي،
وأيضا التزام الحكومة بوضع الإطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية التعبير والرأي، ووضع مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية على الإعلام، ودعوة كل المواطنين. هنا بقى الأساس كل هذه الأمور علشان الكل يعود للعمل السياسي، للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد المصري وإعلان قيم العمل وزيادة الإنتاج، ولبذل كل الجهد والتضحية من أجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بمسؤوليتها، مع التزام الحكومة بتبني قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهم ركائز الثورة. أيضا تطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري. هذا هو البرنامج السياسي الاستناد إلى خارطة الطريق، استكماله بمجموعة من القوانين اللي بتدعم العمل المؤسسي، قوانين إعادة النظر في تشكيل المجالس، الدعوة لجميع الأفراد بنبذ العضو ومد اليد للتعاون معهم، وبتدعو الحكومة القوى السياسية والأهلية للمشاركة في تطبيق هذا البرنامج، على أن يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية بلا تمييز بلا إقصاء. بس مش معنى ذلك إنه من تلوثت يديه بالدماء سيكون مدعو، من ارتكب أعمال عنف أو إرهاب سيكون مدعو، إنما نحن مفتوحي القلب والعقل لإعادة البناء، وهنعمل من هذا التعاون وهذا الحوار إحنا بنرى إنه هناك عمل أمني يتم على الأرض، ولكنه وحده غير كافي، لابد أن يكون هناك منفذ سياسي، دولة مستعدة لعمل كل شيء من أجل الضمانات الكل يساهم بحرية كاملة طالما أنه ينبذ العنف ولا يستخدم أي أسلوب مخالف للقانون، طالما أنه لا يميز في التعامل بالعقيدة، لا يحمل أي ضغينة أو تمييز لأي سبب من الأسباب، لم ينسب إليه العمل في عمل تخريبي في الممتلكات العامة دور العبادة. نحن مفتوحون نمد أيدينا لمن يريد أن يبنوا هذا الوطن من جديد. ما عمل هذه المجموعة سنة؟ نعم. ما عمل هذه المجموعة؟ هذه المجموعة التي تكلمت عنها؟ بالتحاور. هذه الأمور اللي أنا تحدثت عنها كلها هتكون محل تشاور. يعني إحنا مش هنعمل قانون الجمعيات الأهلية ونقعد نعمله لوحدنا، لا، هنعرضه عليهم نناقشه، القوانين حرية تداول معلومات، يعني كل ما يتعلق بالبناء للمؤسسات الجديدة في الدولة الديمقراطية سنكون مفتوحي العقل والقلب. لابد من عمل سياسي قادم. الحقيقة الكلام اللي حضرتك بتقوله احنا بنفتخر بيه جدا، ولكن كنت عايز اعرف موقف حضرتك من الانباء التي توترت بخصوص كرداسة وشمال سيناء، حيث ان نائب المحافظ ورئيس المجلس المحلي ما زال من الاخوان ويقودون العمل ضد مع الاحداث الجارية. يعني شوف، هذا الامر خارج نطاق اللي انا عايز اتكلم فيه. انا جاي اكلمكم على ان التأكيد على ان الحكومة القائمة وهي تعمل كل جهدها لإعادة الامن والاستقرار والشعور بالامان في الشارع المصري، وتحارب كل مظاهر الارهاب والعنف، لا تلجأ لطريق الامن فقط، وانما تلجأ ايضا وبالمزاواة وفي طريق موازي ومكمل لمد اليد لكي نضع أسس. سؤال لو سمحت حضرتك، أنت مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين الخاصة بإنهاء حالة الطوارئ وعدم إقصاء أي طرف سياسي طالما لم تلوث يده بالدماء، إيه اللي تم فيها
وعايزين نعرف كمان، حضرتك قلت ان لابد من عمل سياسي قادم، طبيعه العمل السياسي هل عن طريق مبادره ولا عن طريق وزاره العداله الاجتماعيه؟ شوف، هذا اللي انا عرضته عليكم هو جزء من نتيجه الحوار اللي داخل مجلس الوزراء بناء على ما قدمه الدكتور زياد من افكار تبلورت في هذا المسار السياسي لإقامة الديمقراطية، وكل ما ورد في المبادرة وارد بشكل أو بآخر. إنما أنا عايز أقول إن هذا دور الحكومة في العمل لمواجهة الظروف اللي احنا بنعيش فيها ليس فقط بمسار أمني وإنما بمسار سياسي. هذا المسار السياسي مش بس بيقوم على العمل على إنشاء الدستور، إنما استكمال القوانين الناقصة، استكمال المؤسسي، فتح الكلام فيما يتعلق بكل هذه الأمور لكل الجهات السياسية التي تؤمن بحرية العمل السياسي، التي تؤمن بالعمل السلمي، التي تؤمن بالنظام الديمقراطي، التي ترفض استخدام العنف أو الإرهاب، التي ترفض التمييز. كل هذه الأمور احنا قلنا ان احنا في انا هقول لك كده، ستقوم على ان يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة. هذه دعوة لكل من يرى من القوى السياسية أن عايز يرفع صوته لكي يشارك في جهد الحكومة. وشكرا.